عقدت ندوة صحفية ديالها لتقديم تقرير سنوي، وكانت فيه محطتين. المحطة الأولى كان الحديث حول مؤتمر الجمعية الذي سيعقد 24 25 و 26 يونيو بالمعطيات كلها الدقيقة المرتبطة بعدد المؤتمرين وكل الترتيبات. وفي الشطر الثاني كان مخصصا للتقرير السنوي لسنة 2021، لأن الجمعية منذ 94 دأبت كل سنة أنها كدير تقرير سنوي حول الوضعية الحقوقية في المغرب. فيما يتعلق بسنة 21 مع الأسف استمرت ما نقولش نفس الوضعية الحقوقية، ولكن لم يكن هناك تحسنا كما يعتقد الكثير. ففي مسألة الحقوق السياسية والمدنية استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، إذ سجلت الجمعية 120 معتقل سياسي في المغرب، زيادة عن العدد ديال المتابعات الكبير اللي كان تقريبا شي 70 حالة ديال المتابعة. حرية الصحافة كذلك، وتوقفنا عن الترتيب اللي دارت مراسلون بلا حدود، ترتيب المغرب 136 هو رتبة لا تشرف المغرب. كذلك فيما يتعلق التعذيب، سجلت الجمعية أن لم تكن هناك حالة ديال التعذيب بشكل مباشر، لكن سجلنا كذلك الاستمرار ديال القمع ديال التظاهرات والتضييق على التظاهرات واستعمال العنف، فك الوقفات الاحتجاجية. الوضعية ديال السجون كذلك وقفنا عندها، اللي كتعرف اكتظاظ بشكل كبير جدا على مختلف الجهات ديال المغرب، بالرغم أننا في الجمعية والحركة الحقوقية دائما كانت تطالب أجل التخليص ديال الحالة ديال الاعتقال الاحتياطي. وقفنا كذلك على المسألة ديال حرية المعتقد والمتابعات اللي كانت سنة 21 خاصة الحالة ديال الحسيمة. وقفنا كذلك عند عقوبة ديال الإعدام واستمرار الإصدار ديال عقوبة ديال الإعدام في المغرب، كانوا جوج ديال الحالات سنة 21. فيما يتعلق بالحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقفنا عند الوضعية ديال العمل الحق في الشغل. مع الأسف سجلات 21 الوفاة ديال 93 عامل وعاملة في أماكن الشغل، هو رقم مرتفع بشكل كبير جدا. كذلك الظروف ديال العمل السيئة خاصة مع الجائحة ديال كورونا. وقفنا كذلك على الضعف ديال الحماية الاجتماعية، لأن 65% ديال المغاربة ما عندهمش حماية اجتماعية. وقفنا على الوضع الصحي سيء، لأن هضرنا على أن المغرب ضمن 20 دولة للوضعية أو المنظومة الصحية ديالها ليست جيدة. وقفنا عند وفيات الأمهات أثناء الوضع، الوفيات ديال الأطفال. كذلك وقفنا على الوضعية ديال المرأة وازدياد العنف ضد المرأة، حسب دائما المندوبية السامية ديال التخطيط واللي عطات مجموعة ديال التقارير حول الوضعية ديال المرأة. وقفنا عند الحقوق الثقافية، الوضعية ديال الأشخاص في وضعية إعاقة اللي العدد ديالهم 2,264,000، وفقط 19% فيهم اللي عندهم تغطية اجتماعية. إذن على العموم الوضعية الحقوقية في المغرب ما زالت تطلب من الدولة مجهودا كبيرا، من أجل أن نقول أننا في مغادين في المسار ديال بناء دولة الحق والقانون. إحنا يا هنا كما سمعتوا بصدد تقديم تقرير سنوي لسنة 2021 عن الخروقات وانتهاكات اللي رصدتها الجمعية خلال هذه السنة على جميع المستويات، وكذلك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022. وفي نفس الوقت كيف ما سمعتوا بأنه قدمنا بأن المؤتمر ديال الجمعية اللي هو غيكون خلال يعني 24 25 26، كما ان هناك استعدادات قبليه منها هذه الندوه اليوم الصحفيه اللي كتعتبر حتى هي استعداد للمؤتمر، كذلك كاين الندوه نهار الخميس اللي هي ندوه دوليه غادي كتعتبر ايضا كتدخل في اطار الاستعدادات القبليه. ونحن على مشارف المؤتمر، احنا مستعدين، يعني انجزنا جميع التقارير يعني الادبيه والتقارير الماليه وجميع الترتيبات اللوجستيكيه والادبيه، احنا على نكاد ننتهي منها وغنكونوا جاهزين الى خلال المؤتمر 24 25 26، وعلى اتم الاستعداد والاهبه، بالرغم من اننا لم نبلغ الا في وقت يعني الثلاث اسابيع الاخيره بامكانيه بترخيص لنا بالعقد ديال المؤتمر ديالنا، الا اننا احنا تعودنا ان نكون جاهزين. فيما يتعلق بالتمويلات، نحن مضطرين للاعتماد بشكل شخصي على المناضلين والمناضلات والمتعاطفين والمتعاطفات اللي تعودوا انهم يدعموا الجمعيه، وتقدمنا كذلك للمؤسسات مؤسسة الدولة وبعض الوزارات بطلبات. هناك من استجاب لهذه الوزارات مشكورين، وهناك من كنتظروا أنهم في 48 ساعة أنهم يقدموا لنا ذاك الدعم، سواء دعم مادي أو بعض المرات دعم عيني. بالنسبة لوزارة الشباب أيضا كنتظروا نشوفوا أشنو غادي دير هذه السنة، لأنه للأسف بالنسبة للوعد اللي كانت وعدتنا به واللي اعتمدنا عليه على مستوى في خلال المؤتمر السابق وما توصلناش به، اللي هو يقارب 16 مليون سنتيم كما ورد على لسان
معنا الرفيق عزيز رئيس الجمعية، إلا أنه للأسف تنصلت الوزارة على من هذا الوعد وما توصلناش نهائيا بالدعم، علما بأنه هناك استمرارية، نؤمن بأن استمرارية المرفق بغض النظر على تغيير الأشخاص، ولكن المرفق لا يزال المؤسسة دائمة، وبالتالي كنا كنتمناو أنه يعني يتحل هذا المشكل هذا ويتم دعمنا بالمبالغ اللي يعني توعدنا بها، وكنتمناو أن هذا يتم استدراكه خلال هذا المؤتمر، وشكرا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.